زي ما بدأت الحلقة مع حضراتكم قلت لكم إن عندنا مواضيع كتير جدا. في مباراة الداخلية أمام الزمالك الفيديو منتشر الحقيقة على السوشيال ميديا. أنا الفيديو ده بالنسبة لي الحقيقة بيمثل حاجات كتيرة جدا جدا. ما تقع يا ابني، اقع يا ابني، ده الكرة وهو ما لمسوش، حارس مرمى الداخلية ما لمس مهاجم المنافس، ما لمسوش، اقع، واقف قدام الناس وعمال يقول لهم اقع، اتنين لعيبة. تخيل حضرتك ايه اللي بيحصل في كرة القدم، عمركم شفتوا حاجة زي دي؟ طب حتى لو كان لمسه، يعني حضرتك بتعمل كل ده، يعني هل الاحتواء لهذه الدرجة واضح؟ الناس راحت تتخانق مع اللعيب ويقولوا له ايه؟ اقع اقع، هو ليه ما وقعتش؟ عتاب عنيف لزميلهم الافريقي، هو مش بيعرف عربي بالمناسبه، هو مش فاهم هم عايزين يقولوا ايه، واقف مذهول، الراجل واقف مذهول، عايزينه يقع من غير ما حد يلمسه، لان بنشوف احتواء كبير جدا خلال الفتره الاخيره في هذا الموضوع تحديدا. وبمناسبه وانا بتكلم عن الحكام، زي ما قلت لحضراتكم، انا بالنسبه لي كابتن محمود البنا من الحكام الجيدين، ولكن بيخطئ، يعني لو اخطا هنتكلم ونقول ان هو اخطا، لكن هتكلم دلوقتي عن الحكام. ولكن فكره ان ده اللي بيحصل دلوقتي، او مش دلوقتي، هو من زمان بيحصل هذا الكلام، التحايل والتمثيل مش جديد، ومش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول والله، ما انا ولا اي حد اهلاوي بيقول الكلام ده، لكن حضراتكم اللي بتقولوا او هم اللي بيقولوا هذا الكلام. فاللعيب الافريقي مش جديد بقى، فمش حافظ الدور، مش حافظ الدور، وبيبحث عن ضرب الجزاء وتمثيل وتحايل. تخيلوا ان ده بيحصل، ويعني وسمعنا قبل كده اعترافات كثيره جدا جدا، ولكن للاسف هو ده اللي بيحصل، ده اللي احنا شفناه في هذه الاجواء الغريبه اللي احنا بنلعب فيها. سبحان الله، النادي الاهلي على فكره لسه بدري جدا، الدوري ما خلصش، لسه بدري جدا جدا، الدوري لسه 22 و23 ماتش. فالنادي الاهلي هو حتى هذه اللحظه هو متربع بفارق 5 نقاط عن الثاني، عن المركز الثاني، يعني فارق 5 نقاط، ومع ذلك طالما الاهلي هو الاول، اضغط على الحكام، اضرب في الحكام علشان يرجعوا يدونا التحايل تاني، ويرجعوا يدونا ركلات الجزاء تاني، والكلام اللي حضراتكم عارفينه. لانه برضو مش انا اللي بقول بالمناسبه، لو حد جه اتكلم معايا وقال لي يا اسلام انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، هوري له الفيديو، هطلع لكم الفيديو، مش انا اللي بقوله. اضغط على الحكام، اضغط على اصل نائب رئيس الحكام، لجنه الحكام اهلاوي، حد منهم بيقول هذا الكلام؟ اصل الحكام عايزين يخسرونا السنه دي علشان ما ينفعش ياخدوا كمان، كلام غريب جدا وما بيحصلش، وعايزين نشوف الكلام ده. الافضل في الملعب هو اللي يكسب، الافضل في الملعب فنيا، بدون تحايل، بدون احتواء، بدون ركلات جزاء، الافضل في الملعب يكسب. من الممكن ان يكون هناك اخطاء، ولكن في النهايه الملعب المستطيل الاخضر ده كاشف لكل شيء، وبيورينا ايه الصح وايه الغلط. وفي هذا البرنامج والشخص اللي امام حضراتكم، انا كنت بطلع كل يوم اقول عايزين العداله لل 18 نادي، مش 17 نادي بيشتكوا نادي، لا، عايزين العداله التحكيميه لل 18 نادي. انا عمري ما طالبت بالعداله التحكيميه للنادي الاهلي، للنادي الاهلي طبعا، ولل 17 نادي، لانه انا اقدر اكسب، اديني عداله تحكيميه، انا اقدر اكسب في الملعب كنادي اهلي. يا اما النادي المنافس يكسب، يا اما التحكيم ده مافيا وكلاتنبرج مش فاضي ولازم يمشي. وبالمناسبه انا عندي كلام كتير عن كلاتنبرج برضه، فيها يعني اخبار كتيره في الثلاث ايام، فهعمل ايه؟
طالما النادي الاهلي بيكسب والانديه وهو اللي ماشي اول، يبقى كل حاجه موجهه لصالح الاهلي. ده مش كلامي، ده كلام الاخرين. يبقى لازم نخبط في كلاتنبرج، ولازم نخبط في لجنة الحكام، ولازم نخبط في الحكام علشان يبقوا خايفين ويطلعوا ويتكلموا، ولما يجوا يحسبوا في مباراة لأي فريق آخر يحسبوا لهم ركلة جزاء وهي مش ركلة جزاء. خلي بال حضراتكم، أنا بتكلم والنادي الأهلي بيتعرض لأكبر ظلم تحكيمي من أول مباراة لغاية المباراة الـ11 ولا الـ10 ولا الـ11 اللي بيلعبها النادي الأهلي. ولكن إحنا مش عايزين الاحتواء يرجع مرة أخرى، أنا عايز حد يجي أو حد موجود يحاول تطبيق العدالة التحكيمية في أرض الملعب. مش بيخاف من الصوت العالي. مش واحد يطلع يقول كلمتين تخاف. احنا بننتقد. هتقول لي يا عم اسلام انت بقيت خلاص يعني بتتكلم عن الحكام؟ لا، انا بنتقد الحكام وبنتقد ادائهم في بعض الوقت، ولكن زي ما قلت في الحلقه الاخيره يوم الاربع، بنتقد اداء، مش بشتم الحكام. ودايما بقول في اخطاء، لكن ما بخوفش. بقول يا رب ربنا يكرمكم بكره في المباراه السابقه امام كابتن، مش فاكر كان مين الحكم، يا رب يوفقه. قلت يا رب يوفقه ويتم تحقيق العدالة للنادي الأهلي، يكسب أو يخسر أو يتعادل، دي بتاعتنا احنا فنيا، ولكن حاول على قد ما تقدر أن تطبق العدالة. لكن بالشكل اللي احنا عمرنا ما، هاتلي كده مرة حضرتك إن هذا البرنامج شتم حكم. استحالة استحالة. احنا بناخد أخلاقنا من مبادئ وتطوير واحترام النادي الأهلي لنفسه. لكن أنا عايز حكم ينزل يحكم المباريات بمنتهى العدالة لـ18 نادي.